بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر أحاديث تنهى عن مشابهة الأعاجم، وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من أنواع بهيمة الأنعام كانوا في الجاهلية يحرمونها، يحرمون أكلها ويحرمون ركوبها ويحرمون ألبانها لأجل الأصنام، تعظيما للأصنام. والله جل وعلا في أول السورة يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. قال بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. فالأصل في بهيمة الأنعام أنها حلال، وهي الإبل والبقر والغنم، إلا إذا كانت ميتة أو منخنقة أو منقوذة أو متردية أو نطيحة، يعني ماتت بغير ذكاة. إذا ماتت بغير ذكاة فهي الميتة التي لا يحل أكلها. المشركون زادوا على حكم الله جل وعلا فحرموا أشياء من عند أنفسهم، وهي البحيرة. قيل البحيرة من البحر وهو الشق، أنهم يشقون آذانها تعليما أنها للأصنام، علامة على أنها للأصنام، ويجعلون ألبانها لأصنامهم، كأنه والله أعلم لمن يرتاد هذه الأصنام ويزورها ويعبدها أنه يشرب من ألبان هذه الحيوانات. ولا سائبة، وهي أنهم كانوا يسيبون السوائب من الإبل والبقر والغنم ولا ينتفعون بها، ولا يتركوا ولا يأذنون لأحد أن ينتفع بها، ويجعلونها مسيبة للأصنام تعظيما لها. ولا وصيلة، وهي الناقة تلد عدة مرات من النتاج يحددونه، فإذا بلغته فإنهم يحرمون ظهورها ويحرمون ركوبها ويحرمون ألبانها، لأنها واصلت الولادة إلى الحد الذي حدوه. هذا من خرافاتهم وجهلهم. ولا حام، وهو الجمل
الذي إذا بلغ سنا سيبوه لأصنامهم وحموا ظهره من الركوب، حموه من الركوب فلا يركب، يقولون حمى ظهره إذا ضرب ضرابا محددا عندهم، كما أن الوصيلة إذا واصلت إنتاجا كذلك الفحل إذا ضرب ضرابا محددا عندهم قالوا حمى ظهره فلا يركب. كل هذا تعظيما للأصنام، تقربا إلى الأصنام، وافتراء على الله جل وعلا، فإن الله لم يحرم هذه الأشياء وإنما حرموها من عند أنفسهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قد خسر الذين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالله جل وعلا أباح بهيمة الأنعام بشرط أن تذكى ذكاة شرعية، فلا أحد يحرم شيئا أحله الله، هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان هذا من باب تعظيم الأصنام فهو شرك أكبر وتقرب إلى الأصنام في هذه الأشياء، فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأمور أو يلتفتوا إليها. وأول من فعل هذا في العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان ملكا على الحجاز أو واليا على أهل الحجاز، وكان متنسكا متعبدا. ثم إنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فدخل ذلك في فكره واستحسنها، ثم جلبها إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها، فهو أول من، وكذلك سيب السوائب لها من بهيمة الأنعام، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. كانوا في الأول على دين إبراهيم، أول من غيره هو هذا الرجل، أول من سيب السوائب وعبد الأصنام، بل أمر الناس بعبادتها، انتشرت الوثنية في أرض الحجاز من ذلك التاريخ إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله وأعاد ملة إبراهيم وحطم الأصنام ونشر العقيدة الصحيحة. وقد رآه صلى الله عليه وسلم، رأى عمرو بن لحي هذا وهو في صلاة الكسوف، وهو قائم في صلاة الكسوف يصلي بأصحابه، فتقدم وهو يصلي وتأخر وهو يصلي، ثم أخبرهم عن سبب ذلك، أنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه أراد أن يأخذ منها قطفا، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم رأى النار ولذلك تأخر عليه الصلاة والسلام، تقدم لما رأى الجنة يحاول أن يأخذ منها شيئا، ولكن الله حكم أنه ما يكون شيء من أمور الآخرة في الدنيا على قيد الحياة. ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام خوفا منها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه وأيامعاءه في النار يعذب فيها والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب. نعم، أحسن الله إليكم. تحب بحر البحائر وتسيب السوائب ينكر لمجرد كون التشريع بغير ما شرع الله، أو لأنها قرب جعلت عبادة؟ كلا العلتين، علة أنه تحريم لما أحل الله، وعلة أنه يتقرب به إلى الأصنام، وهو يعني نوع من أنواع الشرك، لأن الذبح لغير الله أو حبس الأموال والأوقاف على الأصنام هذا أمر باطل. نعم، هذا ظاهر، لكن مجرد التشريع
يعني ألا يخرج منه تنظيم الناس أمور حياتهم؟ هذا ما هو بعبادة، الكلام على أمور العبادة، هم يفعلون هذا من باب التنظيم. تعبد الأول، يحرمون ما رزقهم الله تعبدا تقرب، ويسيبون السوائب من باب التعبد والتقرب إلى الأصنام. أما لو أن الإنسان فيه مرض وترك بعض الأطعمة من باب الحمية فلا بأس بذلك، هذا علاج، هذا من باب العلاج. والله جل وعلا يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مصيب بمرض فامتنع من بعض الأطعمة من باب الحمية. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخ أبو خزاعة. نعم، ويؤخذ من هذا أن هذا ليس قاصرا على عمرو بن لحي، بل كل من غير دين الله، كل من غير دين الله ودعا إلى الضلال أنه يصيبه نصيب من ذلك، فليحذر هؤلاء الذين يحاولون تغيير دين الإسلام وجلب عادات الكفار وأنظمة الكفار المحرمة إلى بلاد المسلمين ويلغون الشريعة أو بعض أحكام الشريعة ويحلون محلها القوانين، ليحذروا أن يكونوا مع عمرو بن لحي في جهنم يوم القيامة، لأن عمرو بن لحي إنما استحق هذا بتغيير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تغيير التوحيد وتغيير الأحكام الشرعية، فكل من فعل هذا الفعل فله نصيب من هذا الذم وهذه العقوبة. نعم، وربما أتوا من حيث أتي، هو استحسنها. نعم، هو استحسنها ودخلت فكره، لأن هذا من باب الفتنة، والإنسان قد يكون على بصيرة وعلى علم لكن إذا رأى الفتن يتأثر بها، فلا أحد يثق من نفسه. كان عمرو بن لحي متعبدا متنسكا ويعجب الناس بعبادته وزهده، لكن لما ذهب إلى الشام، وهذا نأخذ منه أيضا أن السفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة ومن غير تحفظ أنه قد يوقع في هذا الخطر العظيم. أي نعم، نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي أو العلم المشهور العلم. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت. الأنصاب يعني الأصنام. نعم، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء. نعم، فهذا إذا كان التشبه في أمر الشرك فهو أشد أنواع التشبه، كالبناء على القبور والاستغاثة بالأموات، وكل هذا إذا كان التشبه يدخل في الشرك فهو أشد المحرمات، أو كان يدخل في البدعة فهو أيضا محرم شديد التحريم. نعم، قال: وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. نعم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء. في ذلك موعظة لكل مسلم أن يتقيد بشرع الله وأن لا ينخدع بأنظمة الكفار وما عليه الكفار، لأن ديننا ولله الحمد دين كامل، لكن يحتاج إلى تنفيذ. نعم، يحتاج أولا إلى معرفة وتعلم، ثم يحتاج إلى تنفيذ، فإذا نفذ على علم وعلى بصيرة فإنه لا يضاهيه أي نظام وأي شرع، حتى الشرائع السابقة لا تضاهيه، لأنه أكمل منها وأتم منها وأوفى منها. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يحتفظوا بها، وأن لا ينخدعوا بأنظمة الكفار أو عوائد الكفار،
يريدون أن يجلبوها إلى المسلمين وأن يغيروا أحكام الشريعة، يبدلوا نعمة الله كفرا، يظنون أن في هذا رقيا وحضارة وتقدما. نعم، أحسنكم الله. قال رحمه الله: منه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. نعم. ومن معلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحد. أعيد العبارة قبل. قال: يجر قصبه في النار وهي لمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك. القصاب الجزار سمي بذلك لأنه يستخرج مع الذبيحة. نعم، لأنها تشبه القصب. نعم، لأن الأمعاء تشبه القصب. نعم. ومعلوم أن العرب يجر قصبه يعني أمعاءه، سميت قصب لأنها تشبه القصب، ومنه سمي القصاب الذي يذبح البهائم ويستخرج أمعاءها. نعم. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم، العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، على ملة التوحيد، إلى أن جاء هذا الظالم فغير دينهم ونشر الوثنية وحرم ما أحل الله عز وجل، فأطاعوه وانقادوا له لأنه ملكهم وكانوا معجبين به. فهذا يوجب على ولاة الأمور هداهم الله أن يتبصروا بهذا الأمر، وأن يحموا رعاياهم ويحموا بلادهم من أن يدخلوها شيئا من أعمال الكفار التي نهينا، هو كل أعمال الكفار لا، التي نهينا عنها والتي ليس لنا منها مصلحة وعندنا ما يغنينا عنها. نعم، صلى الله عليكم. قال: فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين منذ زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. نعم، لما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام البيت بأمر الله سبحانه وتعالى، واستقرت عقيدة إبراهيم عليه السلام وهي عقيدة التوحيد في أرض الحجاز وحول البيت، وكان إسماعيل قد خلف أباه عليهم الصلاة والسلام في إقامة هذه الملة وهذه الشريعة الحنيفية، وكانت ولاية البيت بيد إسماعيل عليه السلام، ثم تعاقب عليها جرهم وخزاعة إلى أن آلت إلى قريش، عادت إلى أصلها في بني إسماعيل، عادت الولاية إلى أصلها في بني إسماعيل، ولكن تغير دين إبراهيم على يد هذا الرجل من خزاعة كما سبق، واستمر في عهد الجاهلية وفي عهد قريش استمرت الوثنية وعبادة الأصنام وما خلفه عمرو بن لحي، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأعاد الملة الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأبطل دين الشرك ودين الجاهلية. والحاصل من هذا أن عمرو بن لحي لما تشبه بعبدة الأصنام في الشام في البلقاء من أرض الشام، لما تشبه بهم وقع في الكفر واستحق اللعنة، استحق العذاب الأليم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاظ ولأجل الحذر
من أن نتشبه بالكفار أو نستحسن شيئا من دينهم أو أن نقلدهم في شعائر دينهم، وهذا أقبح أنواع التشبه، أقبح أنواع التشبه التشبه بهم في دينهم، ثم التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم وفي زيهم وشكلهم من أجل الابتعاد عنهم والاستغناء بما أغنانا الله جل وعلا به من ما شرعه لنا وأباحه لنا، فلسنا بحاجة إلى أن نقلد أحدا من أهل الأرض، قد من الله علينا بهذا الدين العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. نعم. قال الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم أشركوا الأصنام في أموالهم لأن حبها قد تأصل فيهم. ويجعلون الزرع على قسمين: قسم لله وقسم للصنم، فإذا جاء السيل أو الريح وحملت شيئا من قسم الله إلى قسم الصنم قالوا: الصنم ضعيف، فيردون ما جاء إلى حق الله إلى مكانه من نصيب الصنم. وإذا كان العكس وأن الريح أو السيل حمل شيئا مما لله وجعله على قسم الصنم قالوا: إن الله غني عن هذا، فتركوه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائه، فما كان لله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذا تفسير الآية والله أعلم. وقيل المعنى أن الله بريء من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله غني عن ذلك. فما كان لله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لأن الله بريء منه. فالآية فيها تفسيران. والشاهد من هذا أنهم أيضا يقتلون أولادهم، يتقربون إلى الله بقتل أولادهم، فهم يقتلون الأولاد لأحد غرضين: إما لأجل التقرب للأصنام، وإما أنهم يقتلون الإناث خشية العار، وإما أنهم يقتلون الإناث والذكور خشية الفقر، فهم يقتلونهم لهذه الأمور الثلاثة: إما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا تقربا إلى الأصنام، وإما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر، وإما أنهم يقتلون الإناث فقط خشية العار. فهذا من أمور الجاهلية، لأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق، ولأن قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم،
وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن هذه الآيات ذكرت تصرفات أهل الجاهلية، ثم عرج الشيخ رحمه الله وقال إن الذي يحرم الحلال فيه تشبه بأهل الجاهلية، كالذي يحرم الحلال من باب التعبد والزهد، لا يجوز الإنسان يحرم الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الذي قال أنا أصلي ولا أنام، والذي قال أنا لا أتزوج النساء، والذي قال أنا أصوم ولا أفطر، والذي قال أنا لا أكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أن الذي يحرم شيئا من الحلال من باب التقرب إلى الله، يحرم ما لم يحرمه الله، أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، لكن إذا قصده فهو أشد. نعم، أحسن الله عليكم. هذا ما نص عليه الشيخ رحمه الله، قال معلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه به. إيه، لأن الكفار ما قتلوا أولادهم ولا حرموا ما رزقهم الله إلا من أجل التقرب إلى الأصنام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.